صحتك يا دكتور. اهلا اهلا، ازيك حضرتك؟ عامل ازيك يا ايه؟ فندم؟ ازاي صحتك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، ايه بالهنا الاخبار؟ والشفاء عامه. ربنا يخليك. ايه رايك بقى في اللي احنا عاملينه النهارده ده؟ الفاكهه، واتكلمنا ان احنا ناخد السكر من فاكهه، اتكلمت ان انا مكان العيش احط خس كابوتشا، عملنا البان كيكس عندنا من الشوفان، فقولي لي ايه رايك؟ كويس، بس هو بالنسبه للفاكهه احنا بس يعني هي حلوه جدا وكل تمام حاجه، بس مرضى السكر لازم يسال دكتوره مسموح له طبعا قد ايه حصه منها. طبعا. مهم جدا كمان ان احنا ما نزودش عن 3 ل 4 فاكهات بكتير يعني مثلا، ونحاول على قد ما نقدر في انواع معينه من فاكهه لطيفه كده بتبقى لذيذه لو احنا اكلنا منها، زي التفاح، زي تفاح الكمثرى، حلو. الحاجات اللي هي التفاح المصري الجميل اليومين دول موجود، ده احلى حاجه في الدنيا. حلو. لو كلنا واحده مع العشاء، واحده مع الفطار، واحده مع الغداء، لكن احلى العنب، كلام. العنب والتين سكرهم عالي قوي. بص هقولك على حاجه، التين ممكن ناكل لغايه 4 وحدات بس بالكتير قوي 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 قوي، وناكل سكوت تكون حجمها متوسط الحجم، ما تكونش كبيره، حلو. ونحاول اللي هي ناخد الرو يعني حضرتك الفاكهه اللي هي بتبقى مش مستويه قوي، المستوي قوي ده سكر اكتر بكتير قوي من اكتر. العادي. يعني احنا مثلا الموز الاخضر احسن بكتير قوي، بيدي فوائد الموز اكتر من الموز اللي هو الاسود، ما حضرتك تطمنينا، اللي هو ما نعم تطمنينا يا دكتور، قولي لنا هي المانجا بتتخن؟ ناخد واحده ناكل واحده واحد كويسه قوي قوي متوسطه الحجم، حلو. نشرب بعدها كوبايه ميه كبيره قوي قوي كده، احنا خدنا فوائد المانجا وما خدناش اضرار. ليه بقى؟ لان المانجا مليانه الياف، فيها فيتامين اي وفيها فيتامين سي وفيها املاح معدنيه كتير، في مضادات اكسده، اللون الاصفر ده جميل جدا جدا جدا. وعايزين ناكل المانجا اللي هي قشرتها خضراء قشرتها يعني، which خضراء. is روعه. طبعا دي بتبقى جميله جدا، واحده يا في اليوم كويسه قوي قوي. وبرده يعني المرضى الناس اصحاب الامراض المزمنه لازم يسال دكتور تاكل دكتور، ايه وما ناكلش ايه. انت بتتكلمي على المانجا اللي هي لونها اخضر زي الزبدية مثلا؟ ممكن، المهم مثلا ان هي بتبقى الطف يعني. انا عامه كده كده بقول لحضرتك المانجا اللون الاصفر اللي جواها ده، اللي هو لون المانجا نفسها ده، ده فيتامين ايه وفيتامين سي في منتهى الجمال. بس نشرب ميه بعدها. هقول لك على الهوا كمان سر المهنه كمان، قولي ان ممكن يعني تدعك بقشره المانجا الوش، بيشد الوش جدا، وده كريم طبيعي. اوبا، يعني القشره بتتاخد وتتدهن بيها الوش؟ ده حلو، ده كريم طبيعي. هتلاقي مصر احنا كلها دايما النهارده اللي يقول حاطه لك مانجا الفيتامين سي رائع وبيكون الكولاجين بتاع الجسم والهيالورونيك اسيد معاه فيتامين سي مش عارف ايه، المانجا بقى فيها فيتامين سي رائع وبيشد الوش جدا. القشره يا دكتور بعد ما تخلص ينفع ان انا اعمل بيها نفس الموضوع، ولا القشره البذره نفسها ممكن لا اخدها؟ لا لا، بص اقول حاجه، مش بعد ما تكون اتاكلت بالبق، لا قبل ما يعني، ممكن لو تاخد حته صغنطوطه كده وانت بتاكل قشره صغيره كده تدعك وديها، بيها الوش منتهى الجمال. دي هتبقى ريحتها حلوه كمان قوي. بالظبط كده، ده شويه جميل. كده، وبعدين تروح بقى تغسل كله مع بعض بايديك من وشك وكله. طيب الناس اللي عندها حساسيه برضو تعمل حاجه زي كده؟ لا طبعا، اه ما انا بقول بالظبط. لحضرتك الناس اللي اصحاب الامراض المزمنه او الناس عندها تحسس من حاجه او عندها ايوه مشكله في حاجه بلاش تبقى مانجا طبعا. عارفه. ما لا ما بالظبط. طبعا ما تاكلش منها خالص يعني، يفضل او تسال دكتورها مسموح لها قد ايه. انا افضل تبعد عنها، لان الحساسيه يعني احيانا بتبقى ابجريدنج يعني، يعني ايه؟ بتبقى مثلا حضرتك حصلت لك مره بسيطه قوي في صوره مثلا حبوب، في صوره طفح ايوه جلدي، لا ايوه ممكن لا قدر الله توصل بينا الحال ان تورم في الحنجره، وتوصل بينا سفوكيشن او نقص التنفس، ينقص قدر والحد الله. يتخنق. ايوه احنا مش بالظبط، عايزين نوصل للكلام ده. فنخلي بالنا. طيب بقول لحضرتك يا دكتور، انا بقى ده سؤال لي انا بقى، سؤال مني انا في حته ان الرجاله اللي بتروح الشغل حضرتك وبتروح متاخر، اللي كان الله في عونهم بيشتغلوا شغلانه واثنين وثلاثه وبيروحوا ياكلوا ويناموا، ايه الحل؟ ما هو الحل يا فندم؟ والله انا يعني انا شايفه ان هو قبل ما يمشي من الشغل يبقى معايا مثلا جزرايه، خيارايه، الحاجات اللي هي البسيطه ديت، اللي هي اللي بتبقى مثلا عارف حضرتك اللي هي عشان ما ياكلش منهم قوي، وبعدين يبتدي في طبق السلطه ايوه ماشي، ما ياكلش قدام التلفزيون بدء الزبيد ولا قدام الموبايل ولا يتفرج على الصفحه بتاعته وهو بياكل، لان بالظبط كده بيخليه مش منتبه للاكل اللي بياكله. تمام نعمل طبق سلطه حلو كده كبير خالص نبتدي بيه، حلو. وبعدين ناكل بعديه حته اللحمه بتاعتنا او الفرخه او اي كان البروتين بتاعنا او السمك تمام اللي احنا عايزينه. وطبعا السمك مرتين في الاسبوع من احسن الحاجات الممكنه طبعا، وجميل جدا. وبعدين هيجي نوصل للنشويات، هتبقى حاجه بسيطه جدا لانه هيبتدي يكون شبع. وافضل النشويات، عندنا النشويات المعقده، عندنا الفريك،
في منتهى فريك. الجمال. بس الرز في ناس كتير ما البسمتي بتحبوش. في منتهى الجمال، فريك ده بتاع المصري بتاع الصعيد على فكره، مش طبعا بدعه طبعا طبعا، ولا نقول انه جاي مش عارف من فين، طبعا لا ده صعيدي، ده صعيدي صعيدي مصري طبعا يعني. طبعا يا دكتور. بالظبط كده. فاحنا الفريك ده جميل وريحته حلوه حتى في الاكل، ويتعمل بقى بالتوابل الجميله بتاعتنا، البصله، الطماطم، الثوم، التوابل بقى، عارف حضرتك تحدث ولا حرج في التوابل اللي حضرتك عايزها، وبتزود الحرق ومضادات اكسده. الله بعد عليك. كده يقعد شويه كده مع اهله، مش لازم يرجع عشان البيت عشان ينام، ونقعد شويه نص نتفرج ساعة على ساعة حاجه كده وبعد نلعب، كده ينام وبعدين ينام. ربنا يخليك يا ساعتها بقى ممكن بقى يقعد يتصفح الموبايل بتاعه، يتفرج على فيلم كويس، دكتور. يتفرج على تمثيليه كويسه مع اهله، هيكون الاكل بقى احسن خلاص. وبعدين يقوم ربنا بقى بعد يرزقكم. ما ياكل هو يلم طبقه رايح جاي كده، يودي حاجه المطبخ، الله هو كده يخليك يا بيعمل دكتور. كأنه بيعمل رياضه يعني. ايوه ايوه كده يا دكتور، اديله ابعتها له. شكرا يا دكتور نهله. لا انا فرست جدا جدا شكرا جدا، يا دكتور متحيزه نهله. للغايه. جزاك الله كل خير والله، وافادكم الله على هذه المعلومات الجميله والله الطيبه. شكرا لحضرتك وانا استفدت والله. هو بس الفكره محمد ابراهيم بيقول لي اروح ازاي واخد معايا جزرايه او خيرايه، ده عايز فخده فرخه يتكسر بيت الجوع صح.